شكر، رسالة شكر ما هو رسالة. أنا عندي رسالتين شكر. أيوة. واحد لاشتراك سيارة. أيوة. سوى لك اشتراك سيارة. لا يعني نفس الاشتراك أشكره. ليه؟ لأنه جمعني بالحارة. مرة احتجت لاشتراك سيارة. أيوة. عرفت؟ فأغلب من الحارة نزلوا يفزعون وكذا. عرفت على النص كلهم بالاشتراك ذا. يا زين كذا. عرفت؟ فشكر على الاشتراك وأشكر بصراحة شو اسمه وزارة الكهرباء. ايش فيكم انتم والله صدق. ايوه عشان عشان جابوا لك الاشتراك. لا مره طفت الكهرباء كلنا نزلنا في الحاره تعرفنا على بعض وهذا اللي لقينا عنده عيال تفاجئنا هذه حلوه والله. فيعني بصراحه من طفت الكهرباء نزلت الناس حتى العيال نفسهم اللي ترك جواله ونزل والعالم وانت بالله ساكن هنا عندك اولاد متى تزوجت كذا يعني عرفت. فتعرفنا الحاره كلهم فجزاهم الله خير. ايش فيكم مستغربين؟ لا صح لا صح والله بس ان عارفين انت ما تجيب 10 كلمات الا الكلمه ال11 لا تجيب خازوق في الموضوع. انا مجهز صحن الحلويات. ايوه يلا ايوه لكن في ايضا شغله ثانيه متعلقه بال